مرحبا أصدقائي الأعزاء، تم الإعلان أخيرا عن القرار النهائي بشأن المسلسل التلفزيوني شراب التوت البري والطائر الرفرف، والذي يحظى بمتابعة شعبية في تركيا وخارجها. هذا الخبر أسعد عشاق المسلسل من جهة وحزنهم من جهة أخرى. وقبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر، يسعدني أن تشتركوا في القناة بإعجابكم بها. ماذا يحدث؟ بداية، أود أن أشير إلى أنه تم التأكيد على استمرار مسلسل شراب التوت البري والطائر الرفرف لموسم آخر على الأقل. وقعت الممثلة الرائدة لمسلسل شراب التوت البري سينا تركوغلو عقدا، وستواصل رحلتها مع المسلسل لمدة عام آخر على الأقل. لكن لا يمكنني التحدث بشكل إيجابي عن الممثل الرئيسي في المسلسل دوغوغان غونغور، وما لم يحدث العكس فمن المحتمل ألا يكون ضمن الفريق في الموسم المقبل. وتخطط شركة الإنتاج التي تدر دخلا كبيرا بشكل أساسي من المبيعات الخارجية للمسلسل لمواصلة طريقها بخطوة ثابتة من خلال إضافة ممثلين مهمين إلى فريق التمثيل في الموسم الجديد. وينتظرنا سيناريو مشابه في مسلسل الطائر الرفرف يضمن ميرت رمضان ديمي الممثل الناجح في المسلسل بقاء في طاقم العمل في الموسم المقبل. لن تكون الممثلة الرائدة عفراء سارتش أوغلو ضمن الفريق في الموسم المقبل. ستنضم إلى المسلسل ممثلة جديدة تدعى باسور فريد، الذي علم بمرض سيرا القاتل لن ينقذ حبيبته مهما حاول. في هذه الحالة يمكنني القول أنه من المتوقع حدوث أوقات صعبة لمسلسل الطائر الرفرف لمدة 3 مواسم. على وجه الخصوص، لقد بدأت بالفعل أتساءل من سيكون الممثلون الناجحون الجدد. سيحدد الوقت مدى نجاح مسلسل الطائر الرفرف الذي يحظى بعدد كبير من المشاهدين في الداخل والخارج بفضل عفراء سارتش أوغلو. وسوف أستمر في مشاركة أي تطورات بخصوص كلتا السلسلتين. لذا هل تعتقدون أن مسلسل شراب التوت البري والطائر الرفرف يجب أن يستمر؟ لا تنسوا مشاركة أفكاركم معي في قسم التعليقات.